فرحة حلوة، فرحة دايما بتكون حلوة، خصوصا لما بتكون باسم مصر. كلنا بنبقى فرحانين، كلنا بنبقى مبسوطين بعيدا عن كل بقى الأجواء اللي كنا بنعيشها خلال الفترات السابقة، ولكن أجواء كان كلها إحباط من كرة القدم المصرية بالنسبة للمنتخبات. يجي المنتخب الأولمبي الحقيقة ويعمل لنا حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد ثابت، أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه المباراة. ألف مبروك يا دكتور أحمد. الله يبارك فيك يا كابتن إسلام، وبصراحة ألف مبروك لمصر ولعيبة رجالة وجهاز فني، وبصراحة يعني أداء مشرف جدا للكرة المصرية، قمة الرجولة وقمة يعني النهاردة أنت أقوى خط هجوم في البطولة، بتسجل الـ 11 أول مرة في تاريخ مصر، أو يعني أول مرة في منتخب في نسخة واحدة يسجل 11 هدف. كمان البطولة دي أول بطولة في تاريخ مصر، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة احنا عمرنا ما حصلنا عليها. أول مرة كمان الفريق المضيف في البطولتين اللي فاتوا اللي اتعملوا، الفريق المضيف اللي هو المضيف البطولة هو اللي يحصل عليها. صح. فدي بصراحة أرقام كويسة جدا، لعيبة وجهاز فني شرفوا مصر. بالتاكيد تحيه كبيره لكابتن شوقي غريب بصراحه على الاداء، وعلى يمكن النهارده هي المباريات ديت النهائيات بتعترف بالنتيجه اكتر. كسبت وخدت البطوله أكتر من يعني الاداء، كسبت وخدت البطوله ووصلت اولمبياد طوكيو، ما هو المطلوب اكتر من كده؟ مثل هذه المباريات اكسب وخلاص. المكسب بالظبط، دي يعني زي ما قلنا قبل كده في الجزائر والسنغال، الجزائر ما لعبتش وخدت البطوله. أيوه. السنغال كانت افضل، والجزائر تكتيكت اشتغلت شغل تكتيك اكتر وفازت بالبطوله. نفس الكلام التاريخ ولا تكتيك؟ تكتيك. طيب. التاريخ مش هيذكر في يعني في المباريات ديت غير مين اللي اخذ اللقب. بصراحه رمضان صبحي لعيب يعني لا انا اعتقد ان ارقام رمضان صبحي المره دي